السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مره اخرى في قناتي شهواتكم. وصفه اليوم ان شاء الله غتكون عباره على ميني طارت او لا دي طارتولات صغار بكريمه الباتيسير. كريمه سهله بزاف انما كتجي لذيذه، وغادي نزينهم بالفواكه كيف ما كتلاحظوا. على بركه الله غادي نبدا نعطيكم المكونات ديال هذه الوصفه. غادي نحتاجوا عجين طارت او لا العجين المكسر الخاص بلي ميني طارت او لا بلي طارتولات. غتلقاو الوصفة في الرابط أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، كنت ديجا حطيتها لكم في القناة. كيف ما كتلاحظوا حمرتهم من أسفل، نحمرهم باش يجيونا مقرمشين ولداد. هذه الوصفة أنا غير كنت زربانة بهم، ما دخلتهمش المجمد، لذا استعملت ليهم الحبوب ديال اللوبيا. اما تستعملوا اللوبيا او الحمص او اي حبوب عندكم ديال القطاني كتعمروا بهم باش ما كيهبطوش من جناب، الا الا درتوهم في الفريغو او في الكونجيلاتور ما غاديش يهبطوا بيان سور من جناب. كيف ما كتلاحظوا راه كيبقاو مرتفعين. غنحتاجوا بالنسبه للكريمه نصف لتر من الحليب، ثلاثه المعالق كبار من سكر سنيده، جوج معالق كبار من بودره الكريم باتيسير، و القشره ديال نص حامضه محكوكه. هاد القشره ديال نص حامضه محكوكه اللي كنزيدوها على كريمات الباتيسير كتعطيها مذاق رائع بزاف. غادي نحتاج بالنسبه للتزيين الفواكه، انا استعملت الكيوي والبرقوق كيف ما كتلاحظوا قطعتهم على هذا الشكل. انا وجدت الفواكه اللي غادي نزين بهم هما الاولين، قطعتهم على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا. غادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه. الحليب غادي نضيف ليه القشره ديال الحامض، غادي نضيف سكر سنيده، جوج معالق كبار من بودره الكريم باتيسير، غادي نمزج هاد العناصر كلها مزيان. صافي، بعد ما مزجت الكل جيدا حتى ذابت بودره الكريم باتيسير والسنيده في هاد الحليب، غادي نحط الكاسكو جانبا وغادي ندوزو عفوا الخطوه التاليه اللي هي غادي نحطو العجين ديال لي ميني طارتولات ديالنا في شي صينيه هكا، نوجدو الكل عاد باش نبداو نحضرو كريمه الباتيسير لانها كتجمد دغيا. خصنا اون فوا نحيدوها من فوق النار نديروها في سميتو عفوا في القوالب ديال الطارت. غادي ندوزو دابا ونوضعو الكاسخول فوق النار حتى توجد لنا الكريمه الباتيسير، يعني بالطريقه المعتاده نبقاو نحركو ما نغفلوش عليها على نار متوسطه حتى تتعقد ليا. كما كتلاحظوا الكريمه ديالنا هي بدات كتعقد على هذا الشكل. صافي، بهذا الشكل كيف ما كتلاحظوا ملي كتبدا دير هاد الفقاعات هكا كتكون صافي الكريمه ديالنا واجده. غادي نطفي النار وندوزو باش نبداو نعمرو لي طارت ديالنا. غادي ناخذ واحد المعلقه وغادي نبداو نعمرو لي طارت ديالنا بهذا الشكل. دابا غادي ندوزو لعمليه التزيين، تكون هاد العمليه سريعه قبل ما تجمد لينا قيمه الباتيسير. غادي ناخد هاد البرقوق نزينو حسب الرغبه، ناخد البرقوق بحال هكا، نوضع قطعه من البرقوق حداها قطعه من الكيوي. بهذا الشكل اولا نديرو هكا، هاد النصف نديرو البرقوق وفي النصف الاخر نديرو الكيوي.
على هذا الشكل. كيبقى التزيين اختياري، كيبقى حسب الرغبة ديالكم انتوما وشنو بغيتو ديرو. غادي نكمل بهذه الطريقة حتى نسالي كمية ديال لي طارتوليت ديالي. صافي، بعد ما كملت هكا التعمار ديال لي ميني تارت بالفواكه، غناخد شويه ديال النابل وغادي نحاول نطربو واحد شويه. غادي ناخد هكا واحد الشيته وغادي نبدا ندهن هكا الفواكه غير باش نعطيهم واحد اللمعه. صافي، غادي نكمل بهذه الطريقه الحبات اولا لي تارت ديالي كاملين. ندهن الفواكه بهذا الشكل غير واحد شويه، ما نقويوش. من بعد ما نساليو غادي ندخل لي طارتوليت ديالي للثلاجه. كيبغيو تقدموا باردين بزاف هاد لي طارت كيف ما كتعرفوا، ونخليوهم حتى الوقت اللي غادي نقدموهم ونجبدوهم ان شاء الله. بهذا الشكل كنكونوا سالينا لي ميني طارت ديالنا، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو في المنظر ديالهم زوينين، كذلك المذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف. وكيف ما كتلاحظوا حضرناهم فوق توجيز، خاص غير نكونوا ديجا موجدين هذاك العجين ديال لي طارتوليت، حتى هو راه كيتوجد دغيا وكيتحضر دغيا. نتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، راها كتجي لذيذه بزاف. كيف ما لاحظتوا الكريمه راها سهله وبسيطه، انما هذيك القشور ديال الحامض كيضيفوا نكهه رائعه لكريمه الباتيسيير. الى عجبتكم الوصفه وكيف العاده ما تنساوش تخليو جيم لافيديو وتشتركوا بالقناه ديالي باش يوصلكم دائما جديد الوصفات، والى اللقاء مع وصفه قادمه بحول الله.